نفس الشيء نفس الشيء. بس هو جيلكم صح؟ لعبتوا يا أولمبي ولعبتوا وطني، استمراره لهذه اللحظة معناها الرجل محافظ على نفسه. هو يعني تقول كرار من النوع، حتى لعب من واحد يلعب دوريات قوية أكيد راح يستمر على هذا الشيء، لأن جزء بناء صحيح يحتاج من الراحة والها، فأعتقد كرار من هذا النوع. أكو واحد عراقيا محليا عوض مكان كرار جاسم مع المنتخب بهذه النوعية من المهارة؟ يعني اعتقد شوي بشار رسن تقريبا. بشار رسن تعتبره خليفه كرار جاسم يعني كمهارات او كلعب نفس كرار. وحلو انه ابنه يلحق بيه ويلعبون بنفس الفريق. وصل نفس الفريق هو وياه ذاك اليوم. وش فيها القصه هاي؟ حلوه هاي يعني. الصوره الاخرى